فطائر الحليب التركية، فطاير هشة جدا وناعمة جدا وطرية جدا جدا، من أحلى وأفضل المعجنات اللي ممكن تعمليها. طريقة العجينة ناجحة ومضمونة 1000000%. هنعملها مع بعض النهاردة بحشوة اقتصادية جدا جدا، تقدري تغيري وتبدلي في الحشوة زي ما انت عاوزة، سواء عملتيها بالحشوة اللي احنا عاملينها النهاردة أو بأي حشوة تانية ممكن تعمليها، تنفع فطار وتنفع عشاء وتنفع غدا اقتصادي كمان. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي وايه هي الطريقة بتاعتها. بس طبعا قبل ما نبدأ ما تنسينيش في لايك وشير للفيديو. اول حاجة هنا انا معايا كيلو الا ربع من الدقيق، 750 جرام من الدقيق، نزلت عليهم كده بكيس من الخميرة الفورية، يعني 12 جرام من الخميرة الفورية، نزلت عليهم كمان بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة كمان من البيكنج بودر. هنقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض، طبعا لازم نكون نخلين الدقيق ومضمنينه كويس جدا. قلبنا بقى المواد الجافة كده مع بعض، وهنزل على طول بكوبايتين من الحليب، ادي الكوباية الاولانية وادي كمان الكوباية التانية، وهنزل بيهم على طول مرة واحدة، مش هنزل بيهم واحدة واحدة، لا مرة واحدة كده، وهبدأ اعجن العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا لازم تكون طرية وكمان بتلزق معانا. هنعجن بقى كويس جدا. انا حطيت كمان حوالي ربع كوباية من الحليب، بس طبعا ما جاتش في المقطع ولا في التصوير، بس حبيت اقولك ان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني وممكن ياخد كمية اكتر من الكوبايتين. انا عن نفسي خد مني كوبايتين وربع، ممكن عندك انت ياخد كوبايتين، كوبايتين الا معلقة او معلقتين، او ممكن كمان ياخد كوبايتين وربع زي ما انا حطيت. طبعا شايفين العجينة بتلزق ازاي، هنزل عليهم بقى بربع كوباية من الزيت، زيت عادي خالص، وحطينا طبعا الزيت في النهاية ليه؟ علشان يلم العجينة معانا ويسلك ايدينا طبعا من التلزيق اللي احنا فيه ده. طبعا العجينة لازم ولابد تكون ملزقة علشان تطلع النتيجة ناجحة في الاخر، وتطلع طرية وتطلع هشة وزي الاسفنجة بالظبط. هنعجن بقى لحد الزيت ما يختفي معانا تماما، ونلاقي العجينة نعمت في ايدينا زي ما انت شايفة كده، وبرضو بتلزق في ايدينا، في الايد اللي احنا بنعجن بيها طبعا ملزقة خالص، لكن لو حطيتي طبعا ايديكي اللي انت ما بتعجنيش بيها مش هتلزق في ايدك. دي كده العجينة بتاعتنا خلصت اهي وناجحة 100% يا جماعة. هنلمها بقى ونحسبها ونغطيها طبعا ونسيبها لحد ما تخمر، هتقعد مثلا من حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع علشان الجو حر نار، لكن طبعا لو احنا في الشتاء كانت قعدت اكتر من كده بكتير. هنغطيها بقى ونسيبها لحد ما تخمر خالص، ونحضر الحشوة بتاعتها لحد ما العجينة بتاعتنا تخمر. نركنها على جنب كده بقى ونبدا نحضر الحشوه بتاعتنا. انا هعملها النهارده بحشوه زي ما قلت لكم، حشوه اقتصاديه جدا، هعملها بحشوه البطاطس. معايا هنا 5 بطاطسات قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم، وهاخدهم بقى اسلقهم على البوتاجاز، واول ما اتسلقت خلاص كده ويستوت كويس جدا هنزل بالتوابل بتاعتي، عباره عن كزبره ناشفه، زعتر اللي هو الاوريجانو، كمون، حبه من الشطه، توم باودر وبصل باودر، وطبعا الملح بتاعي. تقدري تحطي التوابل اللي انت عاوزاها، تقدري تكتفي بس بالملح والكمون، تقدري تحطي شويه بابريكا، تقدري تحطي شويه فلفل اسمر، اللي انت عاوزه تحطيه حطيه، حاجه اختياريه ليكي، التوابل دي ترجع لك انت. همسك بقى طبعا البطاطس بتاعتي كده واهرسها بالها هرسها كويس جدا، عاوزاها ناعمه جدا ما فيهاش اي تكتلات نهائي. هرسناها طبعا اهو، واتاكدت طبعا ان ما فيهاش اي تكتلات خالص. معايا شويه كده من ميكس الجبن بتاعتي، اي جبن موجوده عندك، انا عندي شويه جبنه رومي على شويه جبنه موتزاريلا، تقدري تحطي اي جبنه انت متوفره موجوده عندك، وممكن ما تحطيش جبنه خالص. همسكهم بقى اقلبهم كويس جدا علشان الجبنه تسيح من حراره البطاطس بتاعتنا، لان طبعا البطاطس لسه سخنه، انا هرساها وهي سخنه. تقليبه حلوه كده، تقليبه محترمه، وطبعا تقدري تغيري الحشوه زي ما انت عاوزه، تقدري تحطي حشوه لحوم او فراخ او سجق، اللي موجود عندك ومتوفر تقدري تعمليه. اهم حاجه العجينه والخطوات بتاعتها زي ما عملناها، لكن الحشوه اختياريه. طبعا العجينه بتاعتنا خمرت تماما اهو زي ما انت شايفه، بنفرغ بقى الهواء اللي فيها، ناعمه نعوميه يا جماعه ما حصلتش بصراحه،
وملبن في ايديا بصراحة. فرغنا الهواء كده وهبدأ بقى اقطعها لكرات زي ما انت عاوزة، عاوزة الكرة تكون كبيرة، عاوزة الكرة تكون صغيرة، اللي يعجبك واللي انت عاوزة تعمليه اعمليه. دي كلها حاجات اختيارية، اهم حاجة الاساس واحد، لكن بقية الحاجات دي اختيار من عندك. انا عملت حجم الكرة حجمها متوسط، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هبدأ اشكل بقى العجينة بتاعتي كلها بنفس الشكل وبنفس الحجم. عملوا معايا قد ايه في الاخر؟ عملوا معايا 7 فطاير في الاخر او 8 فطاير في الاخر. ممكن انت تعمليهم 6 وممكن تعمليهم 10 زي ما انت عاوزة وزي ما تحبي. ادي شكلهم بقى بعد ما قطعتهم، هغطيهم واسيبهم 5 دقايق بس يرتاحوا، بس حاجة بسيطة. وبعد كده على طول ابدأ باول واحدة كنت مشكلاها معايا، بريحهم بس 5 دقايق علشان ترتاح معايا وتفرد معايا بمنتهى السهولة. هاخد بقى اول واحدة معايا كده واقلبها على ظهرها، هنخلي الوش تحت والظهر بتاعها فوق، وابدأ بقى افردها من غير نشابة ولا مردنة ولا اي حاجة بايديا، لان انا مش هكبر السمك بتاعها. انا عاوز السمك بتاعها يكون سميك علشان ما تتقطعش مني وانا بحط الحشوة بتاعتها. زي ما انت شايفة كده وبندوس على الاطراف، لكن الوسطانية زي ما هي بتبقى محملة شوية. خدت كده البطاطس طبعا قسمتهم على قد الكرات بتاعت العجينة بتاعتي، وابدأ احط كرة كده في النص واقفلها كويس جدا. اهم حاجة تقفل كويس جدا علشان حشوة ما تطلعش منها في الاخر. قفلناها اهو. هنجيب بقى الصاج بتاعنا، اول صينية لو انت هتعملي واحدة واحدة في كل صينية، انا هعملهم كلهم مرة واحدة في الصاج. الصاج بتاعي طبعا اللي هيدخل الفرن، حطيت فيه معلقة كبيرة كده من الزيت وابدأ اوزعها فيه كويس جدا. دهنة يعني من الزيت، بس دهنة تكون محترمة شوية. وناخد بقى الكرة بتاعتنا المحشية كده ونحطها، القفل بتاعها طبعا يكون تحت، ونبدأ بقى نبطط عليها تبطيطة خفيفة خالص، ما تبططيش قوي علشان البطاطس او الحشوة عموما اللي انت حطاها ما تطلعش منها. بطتي اكتر على الاطراف اكتر من الوسطانية. بطتناها اهو، وانا مش عاوزة سمكها يكون رفيع قوي، عاوزاها تبقى حلوة كده علشان تطلع محملة وتطلع مليانة في الاخر. بطتناها اهو، السمك بتاعها يعني حوالي من سنتي لسنتي وربع كده يا جماعة. خلاص اهو خلصناها خالص وبططناها، نركنها على جنب بقى ونعمل واحدة كمان. هنعملها برضو بنفس الطريقة، الظهر الوش لتحت كده والظهر لفوق، ونبدأ نفردها. وبعد كده بنحط الحشوة بتاعت البطاطس اللي احنا مكورينها وبنقدر نقفل عليها تاني، واهم حاجة نقفل عليها كويس جدا. ونجيب برضو الصاج بتاعنا كده ونبدأ نبطط عليه ونفردها زي ما فردنا الاولانية. هنخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انت شايفة اهو، حطيتهم على السجان بتاعتي. هغطيهم بقى واسيبهم حوالي 10 دقايق او ربع ساعة علشان يخمروا المرة التانية بتاعتهم. ودي شكلهم بعد ما خمروا. همسكهم بقى بصوابعك كده بقى وابدأي غرزي صوابعك في قلب العجينة. طبعا الخطوة دي ما ينفعش ان احنا نعملها من الاول ونسيبها، لان بعد العجينة ما تخمر معانا كل التغريزات دي كانت هتروح والشكل ده مش هيبقى موجود. لكن لازم نخمرها الاول وبعد كده بنبدأ نغرزها كده. معايا بقى هنا في الطبق ده معايا بيضاية عليها 3 معالق من الحليب ومعلقة من وش اللبن، القشطة بتاعت وش اللبن بتدي لون حلو قوي قوي ولمعة حلوة قوي على وش العجينة بتاعتنا. ونبدأ بقى نوزع الخليط بتاعنا على الوش علشان يتحمر. او حطيت عليها كمان رشة من الفلفل الاسمر علشان الزفارة بتاعت البيض. وبما ان الفطاير دي حادقة فاحنا حطينا رشة من الفلفل الاسمر مش فانيليا يا جماعة. مش عاوزة تحطي فلفل اسمر، ممكن تحطي معلقة صغيرة من الخل الابيض. وزعنا بقى الخليط على كل الفطاير زي ما انت شايفه كده، ونبدأ بقى نديله رشة حلوة كده محترمة من السمسم الابيض. سمسم ابيض مش متحمص، هديلهم رشة حلوة كده. تقدري اصلا تدخليهم الفرن من غير رشة السمسم دي ولا اي حاجة، لكن انا بحب ان انا احط سمسم، بحب احط حبة البركة كمان، بتدي ريحة حلوة قوي قوي للمعجنات بتاعتي. ادي كمان رشة من حبة البركة، عاوزة تحطيها حطيها، عاوزة تكتفي بالسمسم لوحده اوكي، عاوزة تحطي حبة البركة لوحدها برضو اوكي، مفيش اي مشكلة. كل حاجة قلت لك ترجع لك، الاساس واحد لكن الباقي كله اختيارات. هاخدها بقى ادخلها الفرن، فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، بنحطها على الشبكة اللي فوق. واول ما تبدأ تاخد لون من تحت، لو ما خدتش لون من فوق بنولع الشواية في الاخر 5 دقايق لحد ما تطلع باللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللون من فوق ومن تحت عامل ازاي؟ شايفين اصلا اللمعة اللي موجودة في وش الفطاير من غير ما نحط عليها اي حاجة بعد ما طلعت من الفرن؟ اللهم
صلى على النبي، طريه قوي قوي قوي، عامله زي القطنه في ايدينا يا جماعه. الطراوه بتاعتها ما حصلتش وهشه جدا، والطعم بتاعها خرافيه، حاجه كده سهله وسريعه، ما خدتش مننا وقت ولا مجهود كمان، واقتصاديه بالحشوه الاقتصاديه بتاعتنا. قلت لك تنفع فطار وتنفع عشاء وكمان تنفع غدا اقتصادي، حتى لو مش محطوط في قلبها اللحوم. همسكها بقى اقطعها واحده كده علشان نشوفها. شايفين اصلا السكينه بتنزل فيها ازاي من الطراوه بتاعتها والهشاشه بتاعتها؟ ناخد قطعه كده ونشوفها. الله عليها، بصراحه الريحه بتاعتها جباره، طريه طراوه ما حصلتش. اتمنى ان الوصفه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، والفيديو بتاعي النهارده يكون نال اعجابكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير، ولو اول مره تشرفيني ما تنسينيش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه.